والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الكلمة نولكي ترتبو تشرحيت ترتبو مختصرة وريغ هادي نيغ مرحبا ستغواد تغواد تغواد عرفني تي نيغ سيسمعو بس نريغوني نيغ مرحبا بيكم كلكم كيما نسيسمعو كلشي مال ديوسين أدار نصغا الساد ستة عاونية نيزناغن رستيني سيسمينو دي سمنت جميع المنحرطات المكتتبات نتاعوني زناق نزناقن مرحبا بكم دارنا ما من غرا ولا ما ور من غري غسد كيف رح بزاف يلسينو وريسي ميري ونتيني أن تبارك الله الكمات العددات دي حاضر في الحقيقة نكيش شخصيا اللي نتمنون في الاسكير ولكن التيني يغيد يدل لغاية سكرة هاتي يدل على أن كيدل على أن الحمد لله المرأة في العالم الكروي راه حتى هي الحمد لله وصلاتها الرسالة ديال أن هاد اليوم هو يوم احتفال يوم عيد بالمرأة في العالم. ولكن اش ممكن تيني تلوقت تيم غارين غنى واحد النا وراكم تستني سي لا غاسا وراكم تستني سي لا وسد السد نظن في الاسم كون كورونا يا اسكواسنا يا 1911 جماعة خدم غارين لول جنين سلانيني وولد إما تبارك الله كنا هاتي نسني السنة والخيرات كله ولكن هاتي كلا درنا غير 1990 يعني أكثر من 100 عام آيات إلا وسد سكنت يا سنة تمغارين تقلينين أرن طرحان في الروح نسن تيلاس قانين السبب أرن تيني غسادة تنطي رحمة ربي شوسع في اللسن يرزق سنة الجنة الفيردوس من بعد لان تمغارين اللي تماضرنين باشا أعطافنا بتنس غسد أعطافني سنة غال 1970 يعني كدو 50 عام ينو 50 عام غسد الحمد لله هاتي تبرت تدعو معك كل شيء رون نتيني مرحبا بكم رون نتيني العيد نون تنبار رون نتيني اس نون تنباركي اس نون تي غودان اس لهنا دوا فول كي ضراح كان غاسه ديال لي قد 8 مارس يا نواس مارس ولكن كنيتي يا يعني ما غادي دسات كله يقو مارس ان شاء الله دوري هاد نيغا شهور نسكت رون نتيني كلشي مرحبا ما يمزين ما يمقور تعاوني يا نيزناقن بهرة بهرة غسة دمباركي غسة ديم قردار سيدي ربي بهرة بهرة اللي غنمونا تكلو نمزر نمفك ينسين الأخبار اللي سنتمنى إن شاء الله أدقون ينسنة تبراتين غيم صغنة أي سنسة دوخ 800 نتمازير تناخ 800 البلاد ناخ 800 بالخصوص نتمغارت نتمازير أرون تيني الدور ياضني مرحبا بيكم كل يوم طوريا نرون تيني مرحبا يترون تيني البركات في الحقيقة يعجز اللسان عن الكلام مؤسستين بوزن ثقيل على المستوى الإقليمي فشكرا شكرا للمؤسستين في شخص الرئيس للمجلس الإقليمي وشخص السيد المدير لمديرية الثقافة بإقليم ورزازات شكرا جزيلا أتمنى أن أكون عند حسن الظن في الحقيقة تكرمت عدة مرات كما قلت لكم على المستوى المحلي الإقليمي الجهوي الوطني وحتى الدولي ولكن لكامل الأسف أول مرة كان حس أشنا هو التكريم ما قلت أني لا تكرمت في وسط داري وفي وسط حبابي وناسي الناس اللي كنت أنا معهم مباشرة لهذا باسمي وباسم جميع النساء ديال طازناخ الكبرى تنقول لكم شكرا 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 جزيلا وطوري هذا التكريم فأنا كنقدمه لزوجي وخلال جميع الرجال اللي حاضرين معنا وجميع الرجال اللي كيوضعوا الثقة
وكيساعدوا وكيعاونوا وكيناضلوا من اجل هذا العطاء. الا كنا كنقولوا من وراء كل رجل عظيم امراه، فانا اقول وراء كل امراه عظيمه رجل. فشكرا فشكرا شكرا جزيلا لزوجي العزيز، لانه هو من وقته كنعطيكم، من المسؤوليات ديالي معاه كنعطيكم، ورغم هذا الشيء ديما كيعاون وديما كيساعد وديما كيشجع. لهذا فانا كنشكرو امام الملا على هذا الثقه اللي وضع فيا، وكنتمنى جميع الرجال يعاونوا النساء ديالهم وعيالاتهم، لان بامكانهم يعطيو الكثير والكثير والكثير، ولكن ما تعطاتهمش الفرصه. لهذا انا كريم ديالي كنقدموا لراجلي اللي تعطاني من مؤسسات مديرية الثقافة بالإقليم، فليتفضل. مشكور. Hello.
كنت انت